قمت وقفت وقلت له يلا بينا. قال لي على فين؟ قلت له على الاوفيس او البوفيه ان كان. قال لي اشمعنى؟ قلت له مفيش، اجيب كوبايه قهوه مظبوط بس كده عشان افوق، عشان شكل يومنا طويل يعني. اتحركنا لهناك ودخل كلم العامل اللي كان جوه في البوفيه وجهز لي بالفعل قهوه مظبوط، خدتها وشربتها وانا في السكة وتحركنا بعد كده. تحركنا لأوضة 244، أوضة إبراهيم العطار. كان ساهر ماشي جنبي بيترعش من الخوف. قلت له لحد هنا يا ساهر ودورك انتهى، اتفضل انت دلوقتي. قال لي بس انا مش هسيبك لوحدك معاه. قربت وشي منه وقلت له هو ده شكل واحد تخاف عليه؟ قال لي ايوه بس لو حصل لك حاجه مش هتقدر تكمل شغلك، حياتك هتقف وولادك مش هيقدروا يتعاملوا معاك ولا مراتك. ولادي ومراتي، حياتي هتقف. حلو 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 حلو، لما اغزيك اشطب. ضحكت بصراحة، ضحكت. طبطبت كده على كتفه وقلت له روح انت يا حبيبي، متقلقش متقلقش عليا. ودخلت للولد اللي كان قاعد في ركن أوضة. دخلت قفلت الباب بكل هدوء، رفع دماغه وهو مفتح عينه ومبرق، فاتح بقه بابتسامة طويلة عريضة وبينزل لعابه من بقه زي ما يكون متشوق اني اشوفه. وبدأ يضحك. انا كنت مستنيك، انا كنت مستنيك قوي، انا كنت مستنيك. انت اتاخرت قوي، انت اتاخرت. هزيت رقبتي بالراحه بعلامه انه قول اللي عندك. شديت كرسي موجود حطيته قدامه وقعدت على الكرسي بالعكس، يعني ظهر الكرسي في وش الولد. اتكلم وقال لي دكتور عمر زكريا. انا كنت هموت واشوفك. ايش صدق، ايش صدق. بص تحت على الارض وقال اهو 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 قدامي. انت مش عارف، انت يا دكتور
دكتور انت مش عارف انت سيرتك بتتجاب ازاي منه. جهون جهون مش سايب حد في حاله بسببك. جهون مش هيسيبك على فكره. جهون قلت له اللي بيني وبين جهون هيفضل بيني وبين جهون، وانا هنا مش عشان اعرف جهون بيعمل او بيقول عن ايه، انا مش مهتم لجهون دلوقتي، انا هنا عشان اعرف انت عملت ايه واللي وصلك لهناك. اتكلم وقال لي لا مش بسهولة دي بقى، انت عارف كم واحد جاي قبلك وعمل اللي ما اتعملش. محدش هيفهم محدش هيصدق. امشي. انا كنت عايز اشوفك بس مش اكتر. طلعت سجارة من جيبي وكنت لسه بطلع الولاعة، لقيته هجم عليا، رزعت الكرسي فيه، زنقته في الحيطة وهو فاتح بقه وعمال يعض بسنانه زي الكلب. شديت كيس الملح من جيبي وحشرته في بقه ورزعت فكه من تحت عشان يقطع الكيس ويدخل في بقه الملح. فضل يتنفض ويتنطط مكانه وعينه بتترفع لفوق وبيبرز منها عروق حمراء لحد ما غاب عن الوعي. زي ما توقعت، كل حاجة توقعتها حصلت بالحرف. انا كنت عارف ان اي مصدر نار هيجذبه ويخليه يتحرك من مكانه، وكنت عارف انه فاكك نفسه، عشان كده لما دخلنا البوفيه وخلال ما كانوا مشغولين بالقهوة والكلام سحبت كيس الملح الصغير ده في جيبي. اما عن الكرسي فكنت عايز ظهره يكون في وشه عشان لو عمل اي حركة احبسه وازنقه بيه على الحيطة. وقع على جسمي فاقد للوعي والملح مغرق وشه بعد ما بلع منه كمية مش قليلة. جريته وحضنته من ظهره وفضلت اضغط على بطنه، اضغط لحد ما بدأ يفوق ويرجع، بقى يجيب كل اللي في بطنه ويكح لحد ما صوته طلع وقال لي انا عرفت انت ليه مش سهل. سرقته من دماغه وقلت له انا قضيت وقت مع العفريت اكتر ما قضيته مع البشر. زقيته على السرير رميته وهو نايم مش قادر يتحرك. قلت له ها ايه الاخبار دلوقتي؟ لسه الكيس مليان على فكرة، يعني ممكن اغرقك بيه لو تحب. اتكلم وتجيب من الاخر ولا نعمل عليك الغدا النهاردة؟ مش حاسس باطرافي. قلت له ده اقل حاجة. ولعت سجارتي وفضلت مولع الولاعة قدام وشه وبقيت احركها يمين وشمال وعينه رايحة معاها. قلت له الحوار ملفت انا عارف، ايه رأيك هتنطق ولا نزل لبعض كتير؟ انا معاك لحد ما تنطق. ضحك ضحكة خفيفة وقال لي عارف كل حاجة عنك، عارف ان ما عندكش حاجة تخسرها، عارف انك لو مت دلوقتي هترتاح. قلت له طب شاطر والله. لقيته بص لي بغضب. قلت له ايه متضايق عشان قلت كلمة والله؟ طب والله وربنا والمصحف، اقولك الحاجة والانجيل كمان، وريني هتعمل ايه. قال لي مش هتقدر تعمل حاجة انا ميت وانت كمان ميت. قلت له كلنا هنموت، انت ما قلتش معجزة على فكرة، كلنا هنموت في الاخر، كلنا عارفين نهايتنا، بس اللي بيفرق بين كل واحد فينا هو حكايته. انت عندك كتير تقولهولي. العطار صح؟ قال لي قلت له فين اهلك؟ راحوا.
راحوا معلي راحوا. قلت له مين تاني راح؟ بدأ يدمع. بدأ يدمع وهو نايم على ظهره مش قادر يتحرك. قلت له ايه؟ ندمان؟ ولا دستلك على جرح وجعك؟ كلم وقال لي عمرك ما هتفهم، عمرك ما هتفهم، عمرك عمرك ما هتحس، عمرك ما هتفهم. لا يا راجل، ما تقول حاجة تانية غير دي بالله عليك. طلعت مش عارفني ولا حاجة بقى. اللي قالك ما قالكش كل حاجة عني تقريبا. كنت بتحبها قد ايه بقى؟ وبمجرد ما قلت الجملة دي لقيته انفجر في العياط زي الطفل. قلت له شفت بقى ان انا فاهمك ازاي؟ ايه اللي حصل عطار؟ كان منهار تماما من العياط، منهار زي الطفل الصغير. اتكلم وقال لي انا حاولت ده اللي حصل، حاولت وده اللي حصل، ولو رجع بيا الزمن تاني عمري ما هتردد لحظة في اللي عملته، هعمله تاني والتالت ورابع. أنا كنت فاكر إن موت أمي وأنا صغير هيكون الحاجة اللي هتتاخد مني عشان بعد كده أقابل الراحة والأيام السعيدة لكن مجرد ما كبرت لقيت إن كل حاجة بحاول فيها بتفشل، كل حاجة بحاول فيها بتقع. كنت فاكر ان قسوة ابويا هتتغير لما اكبر لكن الموضوع بقى اسوأ بكتير. يمكن الفرق ان وانا صغير كنت بتضرب بحزام، اي حاجة تقدر تأذي وتعور كنت كل يوم بلعنه، بتمنى موته، بتمنى انه يختفي من الوجود كل يوم في سنيني وانا بدأ انه يموت. او انا اللي اموت، اموت قبل ما اعمل فيه حاجة. لكني كنت صح، انا كنت صح فعلا. لقيت الحاجة اللي عوضتني، لقيتها قدامي، لقيتها قدامي، وكنت اكتر انسان محظوظ في الدنيا كلها. كان مفيش مني اتنين في الكون، كنت حاسسني اكبر واحسن واحد في الدنيا كلها. كنت اكتر انسان محظوظ في الدنيا كلها، كان مفيش مني اتنين في الكون، كنت حاسسني اكبر واحسن واحد في الدنيا كلها. عارف فرح كانت احلى بنت في الدنيا. فرح نسيتني كل هموم ومشاكل حياتي، فرح خلتني افقد بيت سعادتي، فرح كانت كل حاجة. نسيتني ضرب ابويا ليا، بموت امي، ظروفي الصعبة، شغلي اللي مهما اشتغل فيه مبيجيبش نتيجة، راسي اللي بتحرك فيها بالعافية. نسيتني الجيش وأيامه، نسيتني وحدتي وشغلي اللي مهما اشتغل فيه ما بيجيبش نتيجة، دراستي اللي بتحرك فيها بالعافية. عرفتها عن طريق شغلي لأنها كانت زبونة عندنا. في الأول جات لي وكانت بتطلب حاجة، وبعدها عرضت عليها إني أخدمها أكتر. معرفش، صوري ما اخدت خطوة قدام بنت. دي كانت اول مرة، اول خطوة،
تحاول تجربة ونجحت، نجحت جدا. أول مرة كنت أحس بقبول من ناحية حد، أول مرة يكون حد بيسأل عليا محسسني إن وجودي فارق معاه. عارف حسستني بإيه؟ حسستني إني إنسان، إنسان مجرد إنسان طبيعي. مهما كنت أنزل في أفكاري ودماغي كانت بتشدني، كانت هي بتطلعني منها وتطمني. لسه فاكر ضحكتها، ريحتها لسه شاممها، صوتها وهي بتنادي اسمي. قعدت 3 سنين كانوا احلى 3 سنين في حياتي، في عمري. حسيتني اتولدت من جديد في ال3 سنين دول. كانت صاحبتي وحبيبتي وامي واختي كانت الدنيا وما فيها، عارف. لحد ما جت فترة كنت اصعب فترة مريت عليها. وقتها ابويا كان اسوأ من قبل كده، كل يوم خناق وطرد من البيت وضرب وإهانة في الشغل وقلة قيمة وفشل في الدراسة، زي ما يكون ولا حاجة. كل يوم بشوف حاجات تثبت لي اني ولا حاجة. كل يوم يمكن قليل الناس اللي بيفهموك بجد، وبالاغنية دي مش بحاول اقولك اني منهم. كل اللي حصل اني شفتك وافتكرت اني مش متضايق منك عشان عمرك ما قصرت. مبقتش قادر اكون كويس معاها، دخلت في جزء في مخي ما قدرتش اطلع منه، اتحبست هناك. كنت عصبي جدا معاها وبقطعها كتير. كنت شايفني مستاهلهاش، مستحقهاش. كنت شايف انها مع انسان فاشل، هيجيبها لورا، هيدمرها لو فضلت معاه. كنت محتاجها اكتر من اي فترة فاتت، كنت عايزها تشدني اكتر ليها. انا كنت محتاجها اكتر. لحد ما في يوم 3 اسود لقيتها بتقولي انها مش هتقدر تكمل معايا وانا في الحال ده، مش هتقدر تستحملني اكتر من كده. وجودي بقى اسوأ من عدمه. وجودي بقى يدمرها ويسحبها لنفس المكان المظلم اللي انا فيه. وجودي بقى سم ليها، عارف. وكانت دي اللحظة اللي فقت بعدها بصراحة. بس انا فقت متأخر اوي يا دكتور، انا فقت لما كانت كل حاجة راحت، فقت لما اكتشفت انها كانت مع حد تاني بالفعل. بالرغم اني المفروض اكرهها، لكني كان لسه عندي امل اصلح اي حاجة، اصلح اي مشكلة، احاول من تاني. وكلمتها وطلبت منها طلب اخير، وهي اني اشوفها، نتقابل مرة كمان، مرة واحدة بس. في المرة دي حاولت بكل ما عندي، كنت بعيط ومنهار وانا بحكي لها وبحاول اظبط كل حاجة، لكنها كانت بتدمع وبتعتذر انها مش هتقدر تكمل مع واحد بالشكل ده. سابتني ومشيت، وانا بجري وراها عربية خبطتنا احنا الاتنين. ولما صحيت لقيتني في مستشفى، اهلي جنبي واهلها جنبها بيعيطوا عليها ومنهارين. اول ما ادركت بدأت اعيط، روحي اتسحبت مني يا دكتور، روحي اختفت من اليوم ده. كان سوء الحظ انها ماتت، وانا اللي فضلت عايش في الدنيا السوداء دي، في الايام اللي بقت اسوأ من اي مرة فاتت، في دماغي اللي بقت تنهش وتعض فيا من تأنيب الضمير عن كل حاجة. وادركت وقتها ان مفيش اي حاجة هقدر اصلحها وقتها. خلاص كل شيء راح فعليا، انا بس اللي اتبقيت. اكتر انسان بكرهه هو اللي اتبقى، انا العطار. كرهت نفسي واسمي وشكلي،
كرهت صوتي وأفكاري، كرهت عشتي وحظي، كرهت كل حاجة بتحصل. لما وصلت للمرحلة دي قررت اني مش هكمل هنا، انا مش هفضل قاعد هنا، انا همشي من هنا. انا عدم وجودي عن هنا هيكون ليه معنى اهم بكتير من وجودي. انا موتي هيكون مقنع بكتير عن قعدتي هنا. وبالفعل حاولت الانتحار في اوضتي، حاولت شنق نفسي. كنت متخدر مش حاسس بحاجة، كنت بفتكر مش بفكر في اي حاجة غيرها وبعيط بس، متعلق، بتخنق وانا بتمنى ان دي تكون الحاجة الصح الوحيدة اللي عملتها في حياتي. وغبت عن الوعي، لقيتني في حفرة مولعة وفي عيون واشكال بتبص عليا من فوق الحفرة دي، بيضحكوا مبسوطين. المشكلة ما كانتش هنا، المشكلة اني شفتها واقفة وسطهم. والله كانت واقفة وسطهم، كانت واقفة بتبصلي وبتدمع. انا اول ما شفتها زقيت نفسي عشان اقوم واطلع لها، لكن اتسحبت لتحت، اتشديت تحت الارض ولقيتني بقع على الارض في اوضتي. يعني ايه؟ مروحة السقف وقع عليا وانا على الارض غرقان في عرقي وبكح. ولما قمت وقتها حسيت بحاجة كانت ماتت من فترة طويلة جدا، الا وهي الامل. حسيت بامل، امل رهيب انها ترجع لي تاني، امل اني اجيبها من تاني والمرة دي هتكون بتاعتي انا بس ومحدش هيقدر ياخدها مني، امل اني اقدر اصلح اللي حصل. فضلت كام يوم بعدها بحلم بكوابيس اني في المكان ده تاني، اني بشوفها كتير. كل ما كنت بقرب منها بصحى، كل يوم كنت بحس بيها اول ما بنام. فضلت اقلب في النت زي المجنون على حد يكون بيفهم او يفسر لي معنى ده، لحد ما شفت على النت واحد بيقول انه بيفهم في الطالع والسحر، وكلمته فورا ورحت له. وعن طريق الراجل ده رحت لواحد تاني، وواحد تاني يودينا لواحد تالت، كلهم بتوع لعب ونصب ودجل فارغ. اللي يقولي انا هحضر لك جنية عشقة تتجوزك، واللي يقولي انا هخليك تروح لها كل يوم بالليل، واللي يقولي عايز فلوس الاول عشان اقول لك هعمل ايه. شربت منهم حاجات كتير، ودهنت جسمي بحاجات كتير، وكتبت حاجات كتير، وعملت حاجات كتير، طلاسم وكلام اهبل وتافه ملوش لازمه. كل واحد بروح له بيقول لي على حاجه بنفذها زي المجنون، وكلهم طرق فاشله مفيش حاجه فيهم بتنفع. ما كنتش عارف انا عايز ايه، انا كنت عارف انا محتاج ايه، لحد ما قدرت اوصل لواحد كان اسمه سعد. بس المشكله ان سعد ده كان في الصعيد. سرقت فلوس ابويا وسافرت له، ما كنتش بفكر في اي حاجه غير اني ارجعها ازاي، معرفش. لحد ما رحت لسعد ده، واول ما دخلت له لقيته ضحك قوي، ضحك زي ما كنت اتبسط اني جيت. حكيت له كل اللي حصل وقال لي انت اللي زيك مش بيتكرر تاني، انت رهيب. قلت له يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي انت باللي عملته ده خلاك تقرب من الموت، والتجربه دي خلتك تشوف حاجه مش سهل ان حد يشوفها. انا مش هقدر اساعدك اكتر منهم. قلت لهم له مين؟ قال لي اللي تحت، اللي انت شفتهم. بس انا هقدر اسهل لك طريقه تفتح منها مجال يخليك تقابل حد فيهم. هناك يا بطل انت هتكمل لوحدك. اخدت منه الطريقه ورجعت البيت في يومها، حبست نفسي في الاوضه وبدات انفذ. جبت قطه ذبحتها وقطعت جسمها لاجزاء، وكل جزء حطيته في ركن الاوضه، ودماغها تكون في نص الاوضه، ودمها ارش في كل حته في الاوضه يعني. وازازه صغيره كان فيها ميه معكره طلب مني اشربها، بس كان طعمها وحش جدا بصراحه. كل ده ما كانش فارق معايا، كانت ميه كده لونها ابيض في اسود وفيها شعر وحاجات كده، ميه تقرف. قال لي ما تدخلش الاوضه دي لحد ما يجي لي الجواب. ما كنتش عارف ايه هو الجواب ده لحد ما سمعت صوت خبط على باب اوضتي من جوه، والاوضه فاضيه ما فيهاش حد. كنت منفذ كل ده بالليل والكل نايم. اول ما سمعت الخبط الجريد دخلت على جوه، لقيت دخان معبق الاوضه كلها، والقطه كل اجزائها مختفيه بالدم. روحي كانت بتسحب مني واطرافي منمله زي ما يكون الدم مش بيوصل لها. كان دخان حريقه، ريحه حاجه بتتحرق. ما تعديش دقايق والاقي شباك اوضتي بيولع،
شباك اوضتي بيتحرق وبيخرج منه شخص. ما كانش واضح من الدخان، كان ضله بس اللي واضح من ورا الدخان، كانش باين منه غير راس. كان باين راس شبه راس الحمار في التشكيل او الحصان، راس كبيرة لها بوس طويل لقدام. وبدأ يتكلم، لكن الكلام كان في دماغي، الصوت كان في دماغي مش بيكلمني بصوت زينا. اول حاجة طلبها اني اركع على ركبتي احتراما لوجوده، وبالفعل نزلت على ركبتي فعلا. وبدأ يسألني، ايه طلبك؟ انت عايز توصل لايه من حضوري هنا؟ وعليه هلبي رغباته اللي هو هيطلبها. قلت له عايز فرح ترجع، انا عايز فرح تيجي، عايزها جدا، بس انا مش عارف ارجعها ازاي، انا عايز اي طريقة ارجع بيها فرح تاني. اول ما قلت كده بدأت اشم ريحتها في الأوضة، ريحة فرح، انا عارف ريحتها كويس، انا شاممها. بدأت اعيط واقول له ارجوك ارجوك انا هعمل اي حاجة، انا هعمل اي حاجة بس ارجوك رجعها لي تاني. وجالي الرد وقتها بطلباته، معنى ان هو طلب يبقى انا طلب اتقبل. كان طالب اني لازم ادفن نفسي عشان التواصل يكون سهل بينا، وده هيقرب لي اني اشوفها. النار اتطفت وفضل الدخان في الاوضة بيتبخر ببطء، واللي كان عبارة عن ريحتها. عدى يومين واستنيت اكون لوحدي في البيت، وبدأت اكسر واحفر في اوضتي، بدأت اخلع السيراميك من الاوضة لحد ما خليته على حجم جسمي، ونمت فيه وغطتني باللي كسرته وشديت السجاد عليا. انا في ارض اوضتي دلوقتي، بدأت اتخنق وانا التراب مغطيني ومغطي وشي وجسمي، وانا مجرد من هدومي كلها. وبعد شوية من الكتمة دي بدأت اتخنق وكح، وحاولت زق السيراميك عشان اطلع، لكن السيراميك كان صلب زي ما يكون لزق من تاني في الارض، او حد من فوق هو اللي سنده عشان متحركش. فضلت في الوضع ده وفي الخنقة دي لحد ما روحي راحت مني ورحت عن الوعي. معرفش عدى قد ايه، بس لقيتني في نفس الحفرة اللي كنت فيها، والمرة دي كانت هي واقفة لوحدها موطية بدماغها وشعرها نازل، بتبص عليا وبتبتسم ابتسامة بسيطة. قمت وقفت وانا رافع ايدي وبدمع وبضحك، مش مصدق اني شفتها اخيرا، مش مصدق. مدت لي ايدها عشان تطلعني، اول ما قربت منها لقيتها اتسحبت لورا، وظهر نفس الشخص اللي كان عندي في الاوضه. المره دي كانت ملامحه واضحه اكتر بسبب الضوء الاحمر اللي كان في كل حته، هو فعلا دماغه اشبه بدماغ الحمار بس مسلوخه، لونها اسود وفيها عروق دم. ملامح الوش ده ما كانتش واضحه، وظهر بجسمه اللي ما كانش يختلف كتير عن لون وشه. شاور عليها وشاور عليا، ما فهمتش قصده ايه، بس لقيته بعدها جرح ايده بسنانه ورفع ايده على بقه وبدا يشرب الدم اللي بيسقط من ايده. لسه هتكلم لقيت انسحبت من رجلي تحت الارض تاني وفقت في اوضتي. جريت على اوضتي جبت سكينه شرحت بيها ايدي ورجلي، وبقيت اعبي دم في كوبايات واشربها. لو ده هو طلبه فسبيل انها تكون معايا فده سهل، سهل قوي. فضلت اجرح واشرب دمي لحد ما شميت ريحتها من تاني في الاوضه، بقيت اتنطط من الفرحه، اتنطط وانا بعيط واقول قربت، انا بقرب منها. بقيت كل يوم بدفن نفسي لما اكون لوحدي او بتربس باب اوضتي، بتخنق ويغمى عليا كل يوم عشان اصحى لاقيني هناك، كل يوم طلب جديد وكل يوم احس بيها اكتر. مرة طلب مني احضر جن في البيت، والموضوع كان من اسهل ما يكون، شوية حبال وشموع وكتب كان هو اللي بيقولي على طريقتها. بقيت اسرق فلوس من البيت كل شوية من ابويا عشان من ما يحسش، وشوية اخد فلوس من اخواتي، لحد ما طلب مني حاجة اخيرة، قال لي ان دي اخر حاجة وبعدها هقدر اجيب فرح معايا لهنا للبيت. كان طالب جثة انسان، جثة اقدر من خلالها انقل فرح لهنا، وفرح هتكون جوه الجثة دي. وحسيت ان دي الفرصة الذهبية، الفرصة اللي مستنيها بقالي سنين. استنيت ابويا لحد ما نام، ودخلت جري عليه
نطيت على صدر وفضلت اطعن فيه بدون تفكير. فضلت اطعن 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 وانا حاسس براحة وفرحة شديدة اني اخيرا بعمل اللي كان نفسي فيه، كمان هوصل للي انا عايزه. طول عمرك بتضربني وبتهني، دلوقتي جا دوري، بس المرة دي انا هستفاد منك بحاجة اعتقد. جريته لأوضتي وانا بجره صحى على الصوت اختي الصغيرة اللي شافت منظري وانا متغرق دم وبضحك وجثة ابوها وهي مصدومة ومبرقة. جريت خلصت عليها كده، انا كده انا بقى عندي جثتين جثتين عشان لو احتاج، لو احتجت ولو هو احتاج ولو طلب اكتر انا هجيب. لسه في اخويا الكبير، انا دخلت اوضته لقيته نايم، معرفش ازاي الموضوع كان سهل قوي معايا كده بصراحة. جبت رقبته وهو نايم، خدت الثلاث جثث عندي الأوضة، دفنت أبويا في الحفرة اللي بنام فيها وغطيته. سمعت صوت طبول طبول وزمامير وأصوات ناس كتيرة فرحانة وبتضحك، وأنا كمان كنت بتنطط وفرحان معاهم. الشقة بقت غرقانة في الدم وأنا بحتفل بالجثث اللي كان الموضوع سهل جدا إن أجيبهم. بعد ما دفنته لقيت الأرض بتسخن وبدأ يظهر على حيطان الشقة جمل غريبة، جمل زي المكان هنا مرعب، احترس من الشياطين، الشيطان هنا. جمل تانية مكتوبة اهربوا بأي طريقة، أعمالك وصلتك لهنا. وجملة تانية بتقول اتعظوا فالنهاية قريبة. وجمل بلغات تانية، انجليزي وعربي وعبري والماني وفرنساوي واسباني وصيني ولغات كتير في كل حتة انا مش فاهمها، حتى انا مش عارف حتى اللغات دي، كنتش فاهم لاني وسط كل ده سمعت فرح بتنادي عليا من الحمام. جريت عليها وانا بضحك وبعيط واقول لها فرح جايلك جايلك. دخلت الحمام اللي كان منور ولقيتها واقفه جوه. ملاكي ملاكي، لكن كانت بشكلها اللي كانت عليه بعد الحادثه، دماغها متهشمه وغرقانه دم. جريت عليها حضنتها وانا بقول لها اخيرا اخيرا اخيرا. فرح جسمها كان سخن قوي لدرجة ان جسمها كان بيلسعني، بس انا كنت مبسوط مكنتش مهتم. اتكلمت في ودني وهي بتحسس على دماغي وقالت لي لسه فاضل حاجة اخيرة ونكون لبعض على طول. قلت لها ايه؟ ايه هي الحاجة دي؟ قالت لي هتفتح لهم بوابة يدخلوا منها لهنا، لازم بوابة يا عطار لازم. قلت لها دي عاملها ازاي؟ ضحكت وقالت لي انت البوابة يا عطار. قلت لها لو هكون معاكي ما عنديش مشكلة، انا ما عنديش اي مشكلة في كل ده. تاني يوم الصبح ببص في الحفرة لقيت جثة ابويا مش موجودة، اختفت من الحفرة. شديت جثة اختي ورميتها في الحفرة وغطيت الحفرة، وبقت حياتي عبارة عن الرسائل اللي على الحيطان وطقوس بتملاها من فرح اللي كانت كل شوية بتظهر وتختفي تقول لي اعمل ايه، واول ما اجري عليها واحاول المسها بتختفي مني. قالوا لي اني قربت، قالوا لي اني قربت وتعيش معايا، جسمي وروحي بقول بوابة ليهم انهم يجوا هنا يتحكموا ويسيطروا عليا ويدوني اوامر انفذها عشان اجيب اكبر عدد منهم. بقيت اشرب دم يوميا، اشرح واقطع في جسمي وجسم الجثث اللي معايا، واشرب دمهم وارسم بيه على جسمي ورسومات بيطلبوها مني. بقى معايا كتير قوي، كل شويه حد فيهم يجي يتكلم ويتحكم بيا شويه ويعمل حاجات يجيب بيها الباقي، لحد ما في مره فقت من حاله كنت فيها، لقيتني باكل في جثه اخويا، باكل فيه، كنت بصراحة مستمتع جدا بيه، أنا نفسي مبسوط إني بعمل ده، كل ده كان جزء من الطلب، لازم آكل الجثة وأشرب دمها عشان فرح تيجي تقعد معايا، عشان فرح ترجع لي،
ثم فرحتي بس ثم قالوا لي ان ده ما كانش كفايه. مع الوقت اخدت بالي ان فرح بتبعد عني، فرح مش موجوده. فضلت انادي عليها في الشقه وادور عليها لحد ما اتكلم واحد وقال لي استخدم جثث تانيه. طب اجيب جثث تانيه منين؟ فكرت في جيراننا اقتلهم، بس لو حد حس ان انا اللي قتلتهم ممكن يتقبض عليا، وقتها هتمنع من اني اكمل. لحد ما قالوا لي ان انزل في اي مكان في تجمع للناس وهم هيقوموا بالباقي. استنيت لحد يوم كان في ماتش مهم ونزلت. انا مش فاكر اللحظه ساعتها، مش فاكر اللحظه ساعتها، بس انا كنت وسط ناس كتير قوي، كنت سامع اصوات الناس الكتير دول، وسامع اصواتهم اللي بيكلموني في دماغي، وشايف في كل حيطه وكل جمله وكل جدار وكل حته جمل في كل مكان جمل. انا كنتش عارف اقرا الجمل اللي على الحيطه، ولا اسمع الناس اللي حواليا، ولا اسمع الاصوات اللي في دماغي. انا كنتش عارف اعمل ايه بالظبط. كلها جمل بتطلب المساعده، وجمل خايفه، وكلها جمل لناس ناس ناس. اتكلمت انا كعمرو وقلت له لناس بتتعذب، ايه كنت مستني حد يقول لك؟ قال لي حتى لو كل ده ما كانش فارق معايا، كل ده كان بالنسبه لي خطوات بسيطه عشان اوصل لهدفي. وهم قالوا لي ان بعد الحادثه دي اني قربت قوي قربت لدرجه ان الفرح فرح بتيجي كل يوم هنا. انا بقيت بشوفها هنا عشان خلاص قربت ومش هسيبك تخرج من هنا. قام هجم عليا وقعني على الارض ورمى كيس الملح بعيد. فضل يخنق فيا وهو بيضحك ويقول لي انت هو اخر شخص طلبه اني اخلص عليه عشان فرح ترجع. دخل ساهر علينا وشد دماغه من فوقي، اترمى بعيد وهو بيضحك وعينه بقت بيضة وبينزل لعاب من بقه. وساهر قال لي هنعمل ايه؟ قلت له بسرعة حاول تكتفه. جرى ساهر عليه نط بيه على السرير وانا شديت الملح وحاولت انزله في بقه، لكنه كان ضامم سنانه. بصيت جنبي لقيت معلقة، مسكت المعلقة وفضلت اخبط سنانه بيها واضرب بقه لحد ما كسرت سنانه. كان الملح بينزل بين الفراغات اللي كسرتها. فضيت الكيس كله على وشه، فضل يصرخ ويتلوي على السرير ويتنفض. لقينا باب الاوضه اتهبد من ورانا وضرب ساهر رماه على الارض وهو ماسك دماغه بيهبدها في الحيطه اللي بقت متغرقه دم. شديت الغطا اللي بيكتفوه بيه وربطت بيه ايده. فضل يحاول يعض زي الكلب الاعمى وهو مش شايف حاجه. الارض بتهز من تحتنا زي الزلزال، واتفتح شباك الاوضه. لقيته بيجري عليه عشان يرمي نفسه، ساهر سحبه من رجله ووقعه على الارض. قلت له ساهر اقرا قران، اقرا قران. نزلت على ظهره ثبته على الارض، وساهر كان بيقول آية الكرسي وعمال يعيط من الخوف. بصيت لساهر ومسكت دماغه بايدي وقلت له اهدى وافتكر اي حاجه انت حافظها، ما تقلقش ربك معانا. عطار يا عطار اسمعني، انت فاكر ان انت كنت توصل لحاجه بالكل ده؟ انت بتلعب مع الشياطين يا غبي. الميت ما بيرجعش، واي طفل عارف ده. انت فاكر ان الشيطان هيرجع لك حد؟ الشيطان كان بيلعب بيك ويستغلك. فرح راحت ومش راجعه ولا عمرها هترجع. فضل يصرخ ويهبد دماغه في الارض ويعيط ويحاول يقومني من على ظهره. شدت دماغه هبدها وبعدته عني. قمت من عليه شلته انا وساهر ورميناه على السرير، وهو كان بين حاله من الصحيان والنوم. لقيناه فتح عينه الواحدة اللي كانت حمرة تماما،
بيبص جنبه. ودموعه بتنزل من عينه. لقيناه فاتح بقه بشكل سعيد. زي ما يكون شايف حاجة احنا مش شايفينها. لقيناه بيهمس. بيهمس وبيقول انت جيتي؟ اخيرا خديني خديني عشان انا فشلت. ودماغه عمالة تجيب في دم. فضل فاتح بقه. وعينه فضلت ثابتة وهو بص على الشباك ومادت ايده اللي اترمت جنبه. وراح. راح عن هنا. مات. عدت 3 ايام. عدت 3 ايام على الحادثة دي. ودفن العطار. انا اللي دفنته بايدي. انا كنت اخر واحد واقف قدام تربته بعد ما كل الناس مشيت. ناس مين؟ محدش جه. كانش في حد غير. حطيت على الارض وقربت من تربته. قلت له فوق بقى عطار فوق. هو انت الوحيد اللي خسرت؟ هو انت الوحيد اللي بتخسر؟ الفرح ماتت وده امر ربنا. اما لو اتجوزت وفضلت قدامك انت كنت هتعمل ايه كل يوم وانت شايفها؟ فوق عطار. انت انا مرينا بكل ده علشان احنا مرينا بكل ده عشان قوتنا، عشان ربك بيدي لكل واحد قوة. احنا قوتنا اكبر بكتير من اي حد يا عطار. اي حد تاني بيترمي في صاحب او حبيب او فلوس عيلة أو صحاب علشان يقدر يعدي من أوقاته الصعبة ويقدر يساعد نفسه على الحياة اللي احنا فيها. لكن احنا الموت والحب هما الحاجتين اللي مش بيستحقوها اللي زينا.
كان ربنا بيشوف فينا القوة اللي اديها لنا، القوة اللي تخلينا نقدر نعدي ونعمل اي حاجة، حتى لو الدنيا كلها سابتنا داست علينا فوق. دي القوة اللي مخلياني عمرو زكريا فوق، وهي كانت القوة اللي مخلياك العطار. لكن انت فاشل، ايوه انت فاشل، انت ضعيف، انت اسوأ مريض انا اتعاملت معاه في حياتي، انت اضعف وارخص مريض عرفته في حياتي. انت كنت لازم تموت لوحدك، تموت بافعالك. عايز تكون معاها؟ هتكون معاها، هتكون معاها متقلقش، وانا كمان هكون معاكوا على فكرة. وهناك انت هتتمنى ترجع الدنيا بسبب اللي هعمله فيك يا غبي، غبي غبي، يا كافر، يا فاشل، يا ضعيف. انت لو كنت عملت نص المجهود ده في انك تصلح حياتك كان زمانك في حتة تانية دلوقتي. ربنا بيضغط علينا وبيصعب علينا الاختيار عشان عارف ان مستوى قوتنا اكبر بكتير من اللي احنا متخيلينه. يمكن قليل الناس اللي بيفهموك بجد، وبالاغنية دي مش بحاول اقولك اني منهم. كل اللي حصل اني شفتك وافتكرت اني مش متضايق منك عشان عمرك ما قصرت. انت مهما تدعي وتحاول تقرب هو مش هيخلي الدنيا يخف عليك، شكلك مش هتحل تاني يوم الصبح فجأة، لكن مع الوقت انت هيجيلك القوة اللي تخليك قادر تحل كل ده، والصبر اللي يخليك تستحمل كل ده. يا غبي، احنا لما نضعف ونتكسر مش بنترمي على حد، بنترمي على قوتنا اللي ربنا اداها لنا، على وحدتنا وافكارنا اللي حتى لو ما قدرناش نغلبها فهنقدر نتعايش معاها. خسارة يا عطار، خسارة.